السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شادي أبو ناصر، اليوم بدي أحكي لكم قصة. في اختيار بحب الحلويات كثير، بس الشهية القوية على الحلويات ومرض السكري كان يحطه بصراع. إحنا عندنا بعلم النفس بنسميه صراع الإقدام إقدام مزدوج، ونتيجة لهذا الصراع يؤدي لشيء اسمه الإحباط. هسا خلينا نروح لروما، تحديدا 700 قبل الميلاد. هناك انتشر مرض الطاعون، فتك بكثير من البشر، وبوقتها ما قدروا يقولوا علاج. وبليلة وفجأة ظهرت آلهة الشفاء أسكليبيوس على شكل ثعبان متف حول كأس. كان هذا الشعار الأساسي لشعار الطب الصيدلة اللي احنا بوقتنا الحالي. خلنا نروح لروما، خلنا نشوف قصة صديقنا ماركوس لينوس. ماركوس لينوس كان سقاء ماء، يعني بزع المي على البيوت مقابل ثمن. تشح هذا السقاء خلاه كل ما ينحرق بيت بالمدينة يذهب يطفي البيت، وتطور الموضوع معاه، صار عنده 500 رجل ساعدوا بهاي المهمة الإطفاء. هذه كانت بداية مهنة الإطفاء. خلينا نضل بروما، تحديدا مدينة سان رينو بإيطاليا، ونشوف قصة صديقنا بيديترو. صديقنا بيديترو ضل 38 سنة بتجول بشوارع مدينة سان رينو بإيطاليا، يستجي أكف المحسنين وعابري السبيل. ما كان ينفق إشي من اللي كان يجمعه من هاي المبالغ الطائلة، وبنى، تعرفوا شو بنى؟ بنى بيت عاش قبل ما يشوفه، بنى كنيسة سيدة العجائب الموجودة بسان رونو بإيطاليا. بيديترو مات، ولكن كنيسة عاشت وتخلدت. خلنا نروح على العراق، تحديدا بمدينة الكوفة. تجمع 700,000 شخص لتشييع جثمان الإمام أحمد بن حنبل. كانت جنازته كبيرة جدا، حضر عدد هائل من الناس لأنه كان إنسان عظيم جدا. في ناس كانوا عظماء ومنهم كانوا كبار بالسن، وعاش إشي اسمه روح الشباب. تعلم الفيلسوف اليوناني سقراط العزف على الآلات الموسيقية بعمر 80، ورسم مايكل أنجلو أعظم لوحاته بعمر 80. وخلينا ننتقل من العظيمين إلى العظيمات، تحديدا مدينة باريس. قررت الحكومة الفرنسية لغاية إضعاف الوازع الديني في شباب الجزائر انتخاب 10 فتيات، وكانت الغاية منها إضعاف العقيدة عند الشباب. ولبست البنات اللباس الفرنسي، درستهم اللغة الفرنسية. بعد 11 سنة تفاجأ الجمع بأن الفتيات الجزائريات تعب زي الإسلام الشرعي، كانت عقيدتهم كالصخرة. وتفاجأت الحضور آنذاك، كان حاضر عدد هائل جدا من الناس، صحفيين وكتاب سياسيين. فثارت ثأرة الصحافة آنذاك، وقالت وزير المستعمرات الفرنسي لاكوست: ماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ كانت عقيدتهم كالصخرة. طب خلنا نروح على الصين ونشوف شو قصة هالصخرة، شو قصة الحاكم الصيني. في حاكم في الصين وضع صخرة في طريق المدينة لغاية كشف روح المبادرة عن سكان هالمدينة. مر أول رجل وبلش يلعن ويشتم اللي حط الصخرة، بلشوا الناس يتجمعوا ويشتموا اللي حط الصخرة بالمدينة، ما كان يعرفوا إنه الحاكم هو اللي حط الصخرة. بعديها مر فلاح بسيط جدا عنده روح المبادرة، قرر يحرك الصخرة. بتعرف شو لقى؟ لقى تحت الصخرة جرة ذهب كان وضعها الحاكم، مفاجأة للإنسان المكافح الذي لا يشتكي ويتذمر. هذا المزارع كان عنده مزرعة حيوانات، كان عنده دجاج. طيب تعرف ان الدجاج الانثى بتنولد بجهازها التناسل المبيضين، واحد منهم بشكل كامل والثاني بيضمر بيوقف نموه، بس في حالات نادرة ممكن المبيض الكامل يضمر بالثاني، المبيض اللي كان ضامر ممكن يرجع وينمو بشكل ثاني، ولكن بهرمونات ذكرية، يعني راح يتحول الى ديك من حيث الصوت والشكل والعرف وغيرها. يا جماعة الخير، أنا لا دكتور ولا مهندس ولا عالم في التاريخ ولا فيلسوف ولا مهندس معباري. البوابة الشمالية لجامعة يرموك في بسطة كتب، أنا صاحب هاي البسطة. بدأت أولى علاقات العاطفية، أنا صاحب هاي البسطة. كنا ما نعرف ننام قبل ما نحكي 3 أو 4 ساعات. كنا دائما مع بعض في الشارع، في المدرسة، حتى في الجامعة، حتى في المطبخ. بلشت أولى علاقات العاطفية، ولكن علاقة من نوع خاص.
كنا ما نعرف ننام قبل ما نحكي ساعتين أو ثلاث أو أربع ساعات. كنا دائما مع بعض. بعد 7 سنين قرروا أهلي ينهوا علاقتنا ويطلعوهم برا الدار. كان عندي وقتها مكتبة كبيرة فيها أكثر من 300 كتاب ونيف. قرروا يحرقوهم، يا بطلعهم برا الدار يا بنحرقهم. وما كان قدامي حل غير أبي رفيق الدرب. الكتاب هو أنيسي وصديقي، هو اللي صقل شخصيتي، هو اللي وسع مداركي، هو اللي فتح خاطرتي، هو اللي ضرب لساني وحسنني في الحياة. وقتها ما كان قدامي غير أبيعه. وبعدين قررت أبيع رفيق الدرب وطلع فيهم لبرا. رحت على البوابة الشمالية وبسطتهم، بدأت أبيع. أول يوم بعت 17 كتاب. تفاجأت إنه في ناس تحب القراءة، تحب القراءة لبعض ناس. وتطور الموضوع معي، صرت أجيب كتب من المكتب اللي كنت أشتغل منها، من المكاتب، صرت أستورد كتب وأزود بسطتي. وهاي علاقتي مع الكتاب. وهسا بدي أحكي لكم عن ناس كثار وأشخاص كثير بالحياة كان لهم علاقة مع الكتاب مثل علاقتي. هتلر، مؤسس الحركة النازية، يعني حزب العمل الاشتراكي الألماني. هذا الرجل كان يقول: كان الجوع يقف ببابي يوم لشراء كتاب. ديل كارنيجي، مؤسس مدرسة الدراسات الإنسانية. هذا الرجل كان إنسان عظيم جدا، قدر يؤثر في الناس. كان يقول: ما تركت سيرة لعظيم إلا وقرأتها. وبالتالي قدر ألف كثير كتب تؤثر في الشخصية وتطور من الناس. ألف دع القلق أبدى الحياة، كيف تؤثر في الناس، كيف تكفز أصدقاء وتؤثر في الناس، فن التعامل مع الناس، فن الخطابة. وإنسان عظيم جدا. إديسون له أكثر من 1000 براءة اختراع. كيف؟ هذا الرجل بقول لك: لم يتجاوز عمري 15 إلا وكنت قارئ مكتبة والدي كاملة. بالتالي قدر ألف هذه الاختراعات. يقول الحموي: ما كنت أتكئ أو أنام أو أكل أو أزور إلا وراق أو أتكئ مع كتاب. هذا الرجل قدر ألف كتابين عظيمات جدا، معجم الأدباء ومعجم البلدان لياقوت الحموي. إذن كان إنسان قارئ. عمرو بن بحر الجاحظ أكيد كلنا بنعرفه، صاحب بيان تبيين خلاء سار التربيع والتدوير الحيوان. هذا الرجل لسوء الحظ كان شغوف بالكتاب، سقطت عليه المكتبة ومات شهيد للكتاب. ولكن للأسف نحن أمة اقرأ ولكن قلما نقرأ. أمة لا تقرأ، أمة لا تستحق أن تعيش إطلاقا. إذا أردت أن تصبح عالما أو أردت أن تصبح عالمة فادخلي مكتبة وشكراً.